سيفي قد علا هاسم جيش العدا في كربلا هاشمي لا أبالي بالردى ومباق الموت في الثغر حلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعتذر السلام لأرواح الإخوة والأخوات، يعتذر لهم السلام، لأن المطلوب من ليلة القدر السلام، والمطلوب من صحبة زين العابدين في أدعيته، في مناجياته، في توسلاته، في مطالبته بحقوق الله على الناس، المطلوب السلام، بث السلام، نشر السلام، الغذاء بالسلام. قلت أعتذر لأنني ربما أحيانا يفوه الإنسان بكلمات يقتضيها قرار الحكم، قرار تقريبا نحن منذ الحديث التاسع ونحن في محكمة عقدتها السيدة الحوراء لمحاكمة الوضع، المحكمة التي رأسها أحكم الحاكمين وصاحب الحق فيها خاتم رسل الله، و الأنصار المحامون فيها أنبياء ملائكة الله الذي يرأسهم جبرائيل عليهم السلام وعليكم منهم السلام. أقول في هذه المحكمة دائما ننتظر السلام، أحيانا نسمع كلام شهود أو كلام ناس معتقدين هيك، مثلا هذا موضوع اعتذاري، لماذا؟ ماذا يقول أكثر أهل الفتوى، أكثر المفتين في الأرض اليوم كغلوا وتطرفا هيك كما يصفونهم، ماذا يقولون لرجل يقول ويتمثل بقول لعبت هاشم بالملك، لعبت هاشم بالملك وما خبر جاء ولا وحي نزل. هذه المقولة عرفت عمن أعتذر لأنني ذكرت اسمه في الحديث السابق، رجل أمام الملأ، أمام أبناء رسول الله، أحفاد رسول الله، يلعب برأس الحسين المقطوع، يلعب بأسنان هذا الرأس ويقول لعبت هاشم بالملك وما خبر جاء ولا وحي نزل. أنا أحيل هذا النص فليتأمل به أصحاب العقول، أصحاب الغيرة على الملوك، على الحكام، على الشعوب، ينظروا بهذا النص. هذا النص ورد مثله في الكوفة عند والي هذا الحاكم، قال لي السيدة زينب كذا فلان أنه أبطل الله هذه الأحدوثة، الأحدوثة يعني هذا الوحي المنزل. الآن نحن أمام رجل يقول لا يستوحش بعد أن يكون القرآن معه، يعني هذا الوحي،
رجل آخر، طبعا هذا زين العابدين الذي يقول إنه يستأنس بالقرآن ولا يوحشه شيء، ولو قطع رأس أبيه ورأس جده ورأس الناس أجمعين، القرآن هو أنسه، لأنه وحي من الله، لأنه كلام الله، لأنه يوقظ في الإنسان الأمان، أن أحكم الحاكمين، أن رب العالمين، يطعم من جوع، يؤمن من خوف، إلى آخره. ورجل آخر يقول لا، ذلك لعب، ما خبر جاء ولا وحي نزل، وخلصنا. وهي رأس الحسين مقطوع، وهي يوم بيوم كربلاء بدل بدر. بدر التي ذكرنا في أماكن أخرى في أحاديث سابقة. وأنا بتمنى كثير على الإخوة الأحباء الذين يحبون أنفسهم كثيرا أن يتأملوا بكلام أسعد علي اليوم. أسعد علي ليس له مضادة لأحد، وليس له كمان عند أحد أي غرض، إنما يتحدث لله، نصيحة لله. أنا من العبيد اللي بيحبوه لآدم كثيرا، ولكتاب اسمه لخاطر آدم، فيه 17 نافذة أو شرفة. هذا الكتاب لخاطر آدم له موقع أيضا اسمه فور آدمز سيك، لخاطر آدم. تشارك بصناعة أو بتأسيس هذا المركز رجال من الشرق ورجال من الغرب. أذكر من الغرب الدكتور المهندس حسن قبيسي من كندا، ومن دمشق الدكتور فراس سلمان، رعاهم الله وجزاهم الله خيرا. الآن يحرك أحيانا هذا الموقع، موقع لخاطر آدم، الفنان محمود غنوم. يعني تستطيعون العودة إلى هذا الموقع الآدمي. أسعد علي العبد الفقير خادمكم من أبناء آدم، يعني يعتبر كل بني آدم وبنات آدم إخوة له، وهم من أسرته، وهو في هذا غير غالي وغير مبالغ، وهذا واجبه، لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول في واحدة من خطب نهج البلاغة، يقول عيال الله الخلائق، عياله الخلائق ضمن أرزاقهم. لذلك في تفاسيرنا المسبعة، يعني ذات المستويات السبعة، كلام حول هذا. أقول إذن، أنا عندما أقول لا يهمني من أمر القضايا الدارجة أو القضايا العامة شيء، لكن كتير بيهموني أولاد آدم وبنات آدم، والذين يعني خير لهم أن يسمعوا كلام عيسى ابن مريم، الذي يقول متسائلا لك يا أخي، ما جدوى أن يربح الإنسان العالم، كل العالم، كل ثروات العالم، إذا ربحها وخسر نفسه وذهبت نفسه إلى جهنم، ما الذي يستفيد؟ هل يأخذ قصورا؟ هل يأخذ نساء؟ هل يأخذ أملاكا؟ هل مل يعني العاقل الرباعي التي ذكرناها في الحديث السابق، أنه كيف يرشد بقرآن ذي الحسنى وبالناس عاقل. يا أخي العاقل يضع الشيء مواضعه، كما يقول أبو الحسين جد زين العابدين، يضع العاقل يضع الشيء مواضعه. أنتم أيها الأعزاء في كل مكان، الخاطئين أعزاء مرتين، والمصيبين أعزاء مرة واحدة، يعني حتى الخاطئين، حتى الخطأ، حتى الخاطئات، هؤلاء ليسوا خارجين من حسابنا، هم في حسابنا وهم في أعيننا. ونحن نفترض أن الحقائق النبوية أو الجهادات النبوية تنزلت على الأرض من أجل أن يرشد الناس إلى الجنة. أقول الآن للإخوة المتسرعين في فتاواهم، الذين ينشرون في مواقع الإنترنت ما ينشرون، ويهجمون على محمد عبده أحياناً، وعلى أحمد حسون أحيانا، هذا مفتي الديار
السورية الآن، وذاك أنبل المفتين في العالم الإسلامي، نحن نقول عنه الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، لكن هو نيل مصر الحي، نيل مصر البشري. أقول لهؤلاء هنا وهناك بشرفكم، وأنتم بالتأكيد وصلاء لأنكم أبناء آدم أو بنات آدم، خاطئين ما خاطئين، شربت ما شربت، هذا ما بيهمني، بس أكيد أكيد أنتم إخوتنا وأنتم أبناء آدم وبنات حواء. بيغلط الواحد بيصيب، بيصير غبار كتير على الأشجار، تنزل أمطار تنفض هذا الغبار عن الأشجار وتعود الأشجار إلى طبائعها. أرجو أن يكون هذا الكلام وهذه الذكرى لحساب زين العابدين، لحساب أهل عاشوراء، مشاركة، لأنه لم نكن معهم هم نعرف، بس على كل حال نحن نعتبر أحاديثنا التبصيرية، أحاديثنا الترشيدية، أحاديثنا الحنونة الودودة التي توقظ أصل الإنسان في الإنسان، نعتبرها مشاركة لأولئك الذين قدموا الذبح العظيم من شان يعيش إسماعيل، وقدموا الذبح العظيم حسين من أجل أن تعيش أمة جد الحسين، أمة رسول الله. وشو يعني أمة رسول الله؟ فكرين أمة العرب. أمة محمد هي رحمة للعالمين، العالمين جمع عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، محمد رحمة لكل هذه العوالم. ولذلك حديثنا اليوم لا هو حديث موجه لأحد ولا مأجور عند أحد، ولكنه حديث نسأل الله تعالى أن يجعله حديث تفكر من التفكر، ونسأل الله أن ينفع بهذا التفكر إخوتنا الخاطئين والخاطئات، المتسرعين والمتسرعات، المفتين والمفتيات. هذه الفتاوى الناس يفتي بعضهم بحق بعض، وحياة أبوكم هذه جرأة على جهنم، جرأة على النار. ويمكن يمكن المروءة التي يعني المروءة التي كانت تئد البنات في عصر الجاهلية هي عين المروءة التي تصدر الفتاوى هذه الأيام. مروءة نعم غير على البنات، ما بدنا حدا يشوف بناتنا وإدوهن وقتلوهن، بس هل هي هذه الطريقة أيها العزاء أيتها العزيزات؟ فكروا مليا، وأد البنات ليس حقا. أهل بدر قاتلوا من يئدون البنات، قاتلوا العقلية الجاهلية. بالأول محمد قضى بين أولئك في مكة، قضى وقتا طويلا، تعرفون السيرة، وكلكم ما شاء الله يعني غيورين على محمد أكثر من محمد، وغيورين على القرآن أكثر من القرآن. ولكن نحن نعتقد أن الغيرة ينبغي أن تكون في مكانها، وإلا تكون معاكسة من غير أن تعلموا. وبعدين إذا عرفتوا أنكم رايحين على جهنم وخسرانين أنفسكم ما بيفيد كتير الأمر. نسأل الله تعالى أن يبصر بنا، يبصر بكلامنا، يبصر بالصحيفة السجادية، يبصر برسالة الحقوق، يبصر بالقرآن الذي القرآن الذي استأنس به زين العابدين كل هذا الاستئناس، حتى ولو قتل من قتل بعد ذلك. مثلا بتقولوا لي شيخنا لا تعملنا هيك، تاخذنا بالعبطة، لا ماني اخذ حدا بالعبطة، انا كتير مستبصر بما اقول. وبعدين حتى اخذوا الحديث مني قضوا وقتا طويلا، وانا عادة يقولون اني من اهل الصمت ولست من اهل الكلام، وهل حكي الذي أقوله هو مثل خروف إسماعيل، خروف مثل هدي الحجاج الذي يقدم ذبحا فدوا كذا، أنا أقدم خراف صوتي وخراف دماغي فداء ومشاركة مع أهل الفداء. لست راغبا بكلام ولا تهم
أن يسمعني أحد أو لا يسمعني أحد، هذا أقل من أن يدخل في حسابي، لا من قريب ولا من بعيد. مثل ما يعني الآن أنا أتمثل لك قدر إمكاني، أتمثل بصيرة زين العابدين الذي يقول لو قتل من بين المشرق لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن كان معي القرآن. القرآن شو يعني القرآن؟ قرآن قرآن محمد وحسب؟ لا، القرآن قرآن محمد وقرآن مريم وقرآن المسيح وقرآن موسى وقرآن آسيا وقرآن هود وقرآن لوط وقرآن إبراهيم قرآن آدم قرآن نوح، قرآن كل هؤلاء السادة الأنبياء الذين حرصوا على أبناء آدم وبنات آدم أن يكونوا في الصلاح، أن يكونوا في النجاة، أن تكون طريقهم على الصراط الآخذ إلى جنات النعيم. لا، شوفوا مثلا طريق كربلاء، طريق الحسين المجيء من العراق، لعلك كانوا يجوا مشي، اليوم نحن عم نطلع بالطيارة عم نروح بالسيارة، بس يوم ذاك جاءوا مشيان. وأقاصيص، أقاصيصهم في الأفلام، أقاصيصهم في المقابلات معروفة، يعني شيء حقيقة موجع للقلب. إنما نحن نستشفع أو نلتجئ إلى العباءة، عباءة الدعاء، يعبأ ربنا بنا إذا دعونا، ندعو الله تعالى لإخوتنا لأخواتنا في كل زمان في كل مكان على اعتبار عاشوراء، كل يوم عاشوراء وكل الأرض كربلاء.